آداب الاستئذان. طلب المعلم إلى التلاميذ تلوين بعض الرسومات، فبدأ التلاميذ في التلوين، لكن بدرا لم يجد القلم الأخضر، فمد يده إلى علبة ألوان حازم وأخذ اللون الأخضر دون إذن. احتاج حازم إلى اللون الأخضر فلم يجده، فلمحه في يد بدر، غضب منه فأخبر المعلم بذلك. المعلم: هل استأذنت يا بدر من زميلك؟ بدر: لا، لم أستأذن منه، وهذا خطأ مني. المعلم: وكيف تصحح الخطأ؟ بدر: سأعتذر إليه. المعلم: هذا هو التصرف السليم يا بدر، وليحضر كل منكم أدواته كاملا، ولا يبخل على زميله إن احتاج إلى بعضها. بدر: شكرا لك يا أستاذي، فقد تعلمت اليوم أدبا من آداب الإسلام.